بالإضافة إلى ما ذكرت الأخت صفاء من ضرورة تقديم عرض وشرح كافي لكيفية ربط هذه المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل. نريد التزام من الحكومة. هذا الإسهال في التعليم والدمبينج اللي قاعد يصير في سوق العمل من غير يعني أي حسابات ومن غير أي تخطيط مسبق قاعد يدخلنا في هذه المشاكل. أخي الرئيس، احنا أمام قنبلة موقوتة، في تقريبا 28,000 خريج للثانوية بالسنة، هذه بعد سنتين بعد 4 سنوات جايينك أفواه مفتوحة تريد عمل. يا جماعة قلناها بالسابق، هذا يؤدي إلى بطالة وما أدراك ما تعني البطالة، من 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 بلاوي وانحرافات بالسلوك وعنف بالشوارع. فيا جماعة احنا الآن أمام منعطف طريق، من بداية الدولة الحديثة لم نصل إلى هذه الأزمة بهذا الحجم المتفجر. تفضل بس اختم أرجوك أحمد. الآن نبي نسمع التزام من الحكومة، سواء الأخوة الآن ما يختص بالرسالة اللي هم الإخوان والخوات المهندسين، والآن على الوظائف الأخرى نبي نطلع نسمع التزام منهم أنهم يقدمون لنا الخطة اللي ملتزمين فيها، ونبي نعرف كم يقدرون يستوعبون من هذه يا جماعة من كمية الخريجين.